إلى أي حد حجم الضغوط الهائلة التي تمارس على الجامعة العربية ودورها سواء يعني من الدول العظمى وخاصة أمريكا أم من بعض الدول العربية ذات النفوذ والمال، يعني إن صح التعبير، ما جعل دور الجامعة العربية ضعيفا ولا يعتد به؟ للأسف الشديد الجانب الأمريكي سعى خلال السنوات الماضية حتى ال4 سنوات الأخيرة من قبل في عهد ترامب لعب دورا لتهميش كل ما يتعلق بمحصلة الحضور العربي في الإقليم وقضايا الشرق الأوسط. للأسف الشديد حتى إدارة بايدن التي رهن عليها كثيرا في إمكانية تغيير المعادلة باتجاه أن يكون هناك موقف عربي صار بيلعب دورا كبيرا في تغيير المعادلة، هذه الإدارة لجأت إلى الخداع ووفرت الغطاء اللوجستي والعسكري والأمني للجانب الإسرائيلي حتى أن الحرب المستمرة منذ 14 شهرا في قطاع غزة وفي جنوب لبنان منذ سبتمبر الماضي كانت بغطاء أمريكي بحت، والجانب الأمريكي هو يتحمل المسؤولية الأولى. الجانب العربي رفع كثير من المواقف والمبادرات وحتى ما المقاربات الخاصة بإمكانية التسوية السياسية إقليمية، لكن يبدو أن هذه الإدارة للأسف الشديد لا تختلف عن إدارة ترامب السابقة، وهذا الأمر أدى أن يكون هناك لدى إسرائيل مزيد من الوقت وفسحة من الزمن تلعب دورا كبيرا لتغيير المعادلات. وفرت لها الغطاء في مجلس الأمن عبر 4 قرارات في مجلس الأمن لاستخدام الفيتو وتعطيل أي قرارات عربية وإقليمية ودولية، وفي نفس الوقت وفرت السلاح واللوجستيات العسكريه وقدمت خرائط بكثير من العمليات العسكريه لاسرائيل طيله الاشهر الماضيه، وبالتالي الجانب العربي يلعب دورا كبيرا في امكانيات ان يكون لك ضغوط على الجانب الامريكي، لكن هذا الموقف يحتاج الى ان يكون لدينا اراده عربيه صلبه تلعب دورا كبيرا في تغيير المعادله من خلال اجماع عربي وتوفير كثير من حظوظ النجاح والحظوظ للجماعه العربيه للاشتباك السياسي والدبلوماسي مع قضايا الاقليم، وامكانيات ان يكون هناك بالفعل للبحث في امكانيات تحالف اقليمي بشرط ان يؤدي الى الحفاظ في حد الادنى على الحفاظ على امن القوم العربي سواء مع تركيا سواء مع ايران اذا غيرت ايران كثير من المعادلات لتغيير سياستها وعدم التدخل في الشان العربي ووقف ما كان يعرف به السيطره والاستحواذ على 4 عواصم عربيه، لان هذا الامر خلق حاله من التعاضد والتراجع والخلل، ويحتاج ان يكون هناك بالفعل خريطه طريق عربيه جديده قبل حضور السيد ترامب لإمكانية تغيير المعادلة في قادم الأيام.